السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم نواف السويد، وبهالفيديو ترجع معنا سلسلة توب فايفي. واليوم عندنا 5 تطبيقات راح نتكلم عنهم، لعبتين وثلاث تطبيقات أتمنى أنكم تستفيدون منهم. خلونا نشوف شنو عندنا اليوم. اول تطبيق موجود عندنا تطبيق للايميلات اسمه ايرميل. الحلو بالتطبيق هذا هو كان موجود على الماك ونزله على الايفون والايباد قبل فتره، فحاليا صار في مزامنه بين كل الاجهزه هذه، بين الماك وبين الايفون وبين الايباد. خلونا نشوف التطبيق. مثل ما احنا شايفين في عندنا دعم للخدمات هذه كلها اللي موجوده، واللي مو موجود عندك ممكن ان انت تضيفه من الاب ستور، ومن خلاله ممكن التطبيقات هذه تدعم البريد الالكتروني اللي موجود عندك، زائد اذا انت تستخدمه على الايباد هذه الاختصارات اللي ممكن تستخدمها مع الكيبورد اللي مع الجهاز، وممكن ان انت تغير كل الاشكال اللي موجوده عندك للايميلات، زائد شلون طريقه التعامل مع الايميل، طريقة التعامل مع التطبيق نفسه. إضافة إلى ذلك في عندك الحماية باستخدام البصمة، فممكن مثل ما احنا شايفين إذا اخترنا رقم سري وطلعنا من التطبيق، مجرد أن أنت تفتحه راح يطلب منك أن أنت تحط الرقم السري أو أنك تحط البصمة عشان يشتغل معك، وهذه حماية أكثر للإيميلات اللي موجودة باستخدام التطبيق هذا. زائد أنه يدعم ساعة أبل، وممكن ان انت تحدد اصوات معينه لكل ايميل، وممكن ان انت تحدد شكل معين لكل ايميل موجود عندك، وفي اشياء وخيارات كثيره بالتطبيق انصحكم فيه، وايد وايد حلو. التطبيق الثاني اللي موجود عندنا تطبيق اسمه موجز، تطبيق من تطوير صديقي العزيز عذبي المطيري. البرنامج وايد انصحكم فيه للناس اللي تحب وما تحب سناب شات. فكره البرنامج انه هو يسوي لك ارشفه للسنابات اللي موجودة في سناب شات، فالناس اللي موجودة وتقدم الفائدة في سناب شات البرنامج انه يجمع لك السنابات هذه ويخلي لك اياها في ارشيف تقدر ترجع لها في اي وقت ما تنمسح خلال 24 ساعة. فعلى سبيل المثال رحلتي اللي رحت فيها الى مثلا سان فرانسيسكو تاريخ ما ادري 17/3 راحت خلاص انتهت بسناب شات، ولكن تطبيق موجز موجودة ومحفوظة. مواضيع كثيرة تقدرون تلقونها في تطبيق موجز، عن السفر، عن الطبخ، عن التقنية، عن أشياء كثيرة. فمثلاً لو بحثنا عن، فنشوف سناباتي أنا موجودة ولا لا. إيه كيفي قاعد أسوي ريفيو، قاعد أحط سناباتي عادي. فمثلاً هذه كل السنابات اللي نزلتها ومرتبة على حسب اليوم. فمثلاً إذا ضغطنا على السناب هذا راح يشتغل معانا مثل ما إحنا شايفين، وأقدر أستخدمه كأني قاعد أستخدم سناب شات وعدد السنابات اللي موجودة. أوكي؟ فهذا التطبيق الثاني اللي موجود عندنا تطبيق موجز، موجود في الاب ستور والجوجل بلاي حق الاندرويد وحق اجهزه الاي او اس. التطبيق الثالث اللي موجود عندنا تطبيق اسمه تي في شو، برنامج وايد حلو حق الناس اللي تحب متابعه المسلسلات. البرنامج مجرد ان انت تسوي لك حساب، بعدها راح تحط لك المسلسلات اللي انت تتابعها، راح يحط لك متى ينعرض، متى يوقف، متى انتهى، وشنو الحلقات اللي انت وصلتها، وتقدر ان انت تكون مجتمع او انك تسوي فولو حق ناس تتابعون بعض وتشوفون شنو البرامج او المسلسلات اللي انتم تتابعونها، وتقدر من خلال الشيء هذا تتابع مسلسلات جديده وتعرف شنو الجديد اللي نازل بالسوق وشنو الاشياء اللي الناس الحين قاعد تتابعها وتقدر انت تشوفها. كذلك يعطيك سكجول او يسوي لك جدول كل يوم يوصل لك نوتيفيكيشن او تنبيه ان المسلسل انعرض حاليا او ما انعرض. فالتطبيق وايد حلو حق الناس اللي تتابع مسلسلات وتبي تعرف المسلسل اللي تتابعه شنو اللي قاعد يصير فيه. طبعا التطبيق اول شيء ان انت تسوي لك حساب تضيف كل المسلسلات اللي انت تتابعهم واللي تابعتهم، وفوق هذا التطبيق يحط لك الجدول مثل ما احنا شايفين كل مسلسل انت تتابعه متى ينزل واذا انتهى ولا لا. فاليوم مثلا عندنا حلقه ناروتو، باكر عندنا بيج بان ثيري وبلاك ليست، يوم الاثنين راح ينزل جيم اوف ثرونز، وكل الايام بالمواعيد للمسلسلات، ويوصل لك نوتيفيكيشن او تنبيه بالمسلسل وشنو او متى ينعرض او اذا انعرض يوصل لك نوتيفيكيشن.
عندك هني بالتواتش عندك البرامج او المسلسلات اللي انت تشوفها، اذا ضغطت على المسلسل يحط لك بيانات عليه ويحط لك ريفيو او تعليقات على الناس اللي تتابع المسلسل، وممكن من خلالها تشوف وتختار انت شنو اللي تابعته. فمثلا تقدر تقيم وتشوف بيانات والمسلسلات الشبيهة للمسلسل اللي انت تتابعه اذا حاب تتابع مسلسلات جديدة، زائد ان انت تقدر تشوف عدد الحلقات اللي انت شفتها لكل مسلسل. فالتطبيق وايد حلو حق الناس اللي يحبون المسلسلات، وانصحكم انكم تتابعونه او تتابعوني وانا تابعكم ونشوف بعض شنو اللي نحبه بالمسلسلات. الحين راح نتكلم عن الاشياء الحلوة حقنا اللي هي الجيمز وقت الضايع. اول لعبة عندنا اسمها تيك هيرو، لعبة ما ادري شلون صايرة، لعبة كرة قدم بس وايد ممتعة وايد مسخرة اللعبة نفس الوقت. يعني فكرتها ان انت بس تركض بالكرة ودش داخل دائرة وتشوتها، بعدين راح يطلعون لك مثل لاعبين ساموراي او ناس قاعدين حاشون منك، المهم ان انت لازم تفنقرهم، تفنقر اليهود وبس وعيش الجو. اللعبة من احلى الالعاب السخيفة اللي لعبتها في الآونة الاخيرة. الحلو فيها ان هي تطلع كريستيانو رونالدو الكائن في داخلك اللي يعيش داخلك تطلع. الحلو فيها انه بس تطق ردي ستارت تشوت، بس شوت حبيبي شوت شوت، اللي عليك ان انت تشوت الكرة وهي داخل الدائرة هذه، وكل ما كانت بالنص يعطونك بيرفكت تسديدة بيرفكت، واللي عليك ان انت تشوت هذه الخمة اللي قاعدين يحشون قدامك شوت حبيبي. ايوه طشرهم، بعد ما تطشر هذيل راح توصل للبيج بوس اللي ما ادري شنو، بس ان انت تقعد تشوت فيه ليوم الدين، بس شوت شوته سوقه. المهم انك ما تشوت الكره وهي برا الدائره، فمثل ما احنا شايفين بوغذله راح فيها مسكين طار شوت هالغزن. جيب عليه جيب عليه جيب عليه، ايوه اديله ياكل بوس. فشوف الحين البوس الحبيب شوت خذ اشرا اوكي صادني الحبيب اوكي. فهذه اللعبه اتمنى انكم تلعبونها وتقولوا لي كم توصلون. انا وصلت 680، وروني شطارتكم. اخر شيء موجود عندنا لعبه اسمها توبي ذا سيكريت ماين. اللعبه تقريبا شبيهه بلعبه باد لاند او ليمبو اذا انتم لاعبينها. فكرة اللعبة انه يطلع لك مثل شيء كذي مونستر او شغله شيء غبي شكله، هو غبي حتى شخصيتك انت يعني شخصية توبي هم شكلها غبي. فان هذا يخطف المدينة اللي ساكنين الناس اللي ساكنين المدينة، وانت توبي تنقذهم. شلون تنقذهم ما ادري لان اللعبة وايد ما ادري شلون صايرة كلها اسود، بس صوت يخرع الاشكال تخرع لعبة ما أدري شلون صايرة يعني هي أوكي تونس بس يبيلك وقت على ما تتعود عليها. فكرتها أن عندك توبي هذا سيكريت ماين الحبيب الخبل هذا، وفي واحد بايق كل ربعك، فاللي عليك أن أنت تنقذهم. شلون تنقذهم بهذه الطريقة؟ اللعبة مثل ما احنا شايفين كلها ظلمة بظلمة، فيها ذبان وكلاب يركضون شيء خايس ما أدري شنو. المهم الحين أنا أنقز وأموت، لأن أرد أنقز وأموت. فشلون الطوف هذا يعني العلم عند الله. تسوي كذي وتنقز، أيوة تنقز وبس. هذه اللعبة راح يكون فيها عندك طبعا ألغاز لازم تحلها، ذبان نحل طاير شيء حصم يطير. فاللعبة وايد سخيفة بس ما أدري ليش تعلق، يعني عناد تلعبها عناد، بس ان انت بس اوكي يا انا يا انت. فشوف شو ايش قاعد يصير. لا لا تكفى لا لا ويع، مثل ما احنا شايفين وايد ويع، بس اللعبه وايد مدمنه. يعني انا صراحه صار لي فتره قاعد العبها بس ماني قادر اهدها ما ادري ليش، عناد بس ان ابي اطوف هذيل عناد. فممكن ان انت وتسوون كذي يعني تصيرون مثلي عناد. تعال زين اوكي شلون يعني بعدين خلاص اوكي لعبوها. اذا طفتوا هذا قولوا لي تكفون ما شلون طفى والله جد. توبي اوكي هذا اخر تطبيق موجود عندنا بس.
هذه الخمس تطبيقات والألعاب اللي موجودة عندنا لهالأسبوع، أتمنى يكون فيها فايدة لكم إن شاء الله وتستمتعون فيهم. إذا عندكم أي ملاحظات أو ألعاب جديدة حابين أن نستعرضها أو برامج، أتمنى أنكم تكتبونها تحت بالكومنت عندنا، تحت بالكومنت. ولا تنسون تسوون سبسكرايب على الشانل، لايك أو ديسلايك على الفيديوهات، أتمنى أنكم تسوون لايك وتنشرون المقاطع. ويعطيكم العافية على المتابعة، وشاكر لكم متابعتكم. مع السلامة.